يا هلا والله وسهلا، حياكم الله. اليوم بشرح معكم كيف ننظف الفقع وكيف نحفظ الفقع لسنة سنتين. بسم الله ما شاء الله. عندنا ماء دافي إلى حار تقريبا. أول شيء بسويه، هذا عندي فقع زبيدي، الخلاصي يبغى تنظيف أكثر. زبيدي أول شيء بسويه قبل ما أنقع بماء، عندنا سر الفقع اللي هو أسفل الفقع العرق ذا، بنشيله لأنه دائم يكون فيه الرمل. بالطريقة هذه ننقعه بالماء الدافي، بنقعه بالماء الدافي شوي وبفركهن من الرمل. بعد النقع الحين ببشرهم بشر، ممكن تستخدموا السكين لكن البشارة تأخذ أقل قشرة من الزبيدي من الفقع. شوف شلون كمية بسيطة بس. بعد التنظيف الحين بنقطع الفقع على حسب ذوقكم، بس حنا نبغاه يكون ما هو تقطيع صغير برا ولا هو كبير. مثلا نقطع هذه من هنا، نقطعها مثلا ثلاث، مثلا الحجم هذا تقريبا. نحفظ الفقع وقت طويل، هذه الطريقة أفضل طريقة. عندنا إحنا القدر نضيف عليه الفقع، نغلي الفقع بماء وملح تقريبا 10 دقائق. بضيف الملح وبخليه يسلق تقريبا 10 دقائق. بعد ما سلقناه تقريبا 10 إلى 15 دقيقة بخليه يبرد تماما. بعد ما تركت الفقع يبرد تماما، الحين بغلفه بأكياس، هو الماء اللي ينطبخ فيه. الماء مهم في طعم الفقع، وبعدين راح نحفظهم ان شاء الله بالفريزر عادي يجلس الى سنة باذن الله. احط الفقع واخذ من الماء ماء الفقع. نحفظه بالاكياس هذه الخاصة بالطعام ونحفظه بالفريزر وقت ما نبغى، بعد شهر شهرين نطلع هذا الكيس ونستخدم الفقع مع الماء اللي ينطبخ فيه.